استاذ ايهاب، اهلا بيك في رؤيا وفي ام سي وقرار النهارده الاعلان عن المؤتمر. استاذ ايهاب، النهارده المؤتمر لاعلان الدوره الاولى لمهرجان القاهره للدراما، عايزين نعرف الفكره بدات ازاي وحضرتك ايه اللي حمسك ان هو يبقى فيها حضرتك لجنه التحكيم، ايه اللي هنشوفه في المهرجان؟ عايز اعرف شويه عن الكواليس كده. احنا الفكره جت الاول الدكتور اشرف زكي من خلال كنا في اجتماع مجلس اداره، وكان في يعني المهرجانات الكتيره جدا اللي احنا مش فاهمين بتاعت ايه. فالحقيقه الدكتور اشرف جات له الفكره ان احنا ما نعملش حاجه يعني حاجه تخص الدراما، فابتدينا نجتمع ونعلن اجتماعات شديده جدا، وصولا الى رحنا التقينا بكل النجوم، والدكتور اشرف عمل تواصل. الحمد لله وصلنا في النهايه ان احنا قدمنا مهرجان النهارده بنعلن عنه. نعتقد انه هيبقى يعني بكوره زي ما قال الدكتور يحيى، ديمو نسخه زيرو، نسخه تجريبيه، عشان نصل في النهايه ان احنا نعمل مهرجان مهم يعبر عن الدراما. متحمس كفنان وكوكيل نقابه المهن التمثيليه ان اولا ينشا هذا المهرجان من نقابه المهن التمثيليه اللي هي البيت الراعي لكل الفنانين، ومتحمس كفنان التنافس والتقارب وتبقى مشروع مشرف عليها المجموعه المتحده اللي هي تعتبر يعني راعيه لكل الفنون ده في مصر الان، وشركه دي او بي كشركه منظمه راعيه برضو. اعتقد ان احنا بنقدم حاجه مهمه اساسها هو الفن المصري، اساسها هو مصر. اي حاجه بتخص بلدنا جميعا يجب ان نجتهد فيها الوصول نعمل حاجه كويسه. استاذ ايهاب، ايه هي اهم المعايير اللي ممكن اللي هيتم الاطلاع عليها يعني الاعمال كل جايزه ليها؟ ايه اهم المعايير اللي حاطينها؟ المعايير اللي ممكن نقدمها هي الفن الجيد، الفن اللي بيمثل بلدي، اللي بيعبر عن بلدي، اللي بيتصور جوه بلدي، اللي فيه ممثلين بلدي، خطوات وصولا الى الاعمال العربيه، وصولا في العرب، لان مصر هي الرائده في كل الامه العربيه، وصولا يبقى في تنافس عالمي في كل الاشياء زي ما قال الاستاذ يحيى الفقراني. في النهايه احنا بنحاول، وانا برضو بكرر زي ما قلت عبر كل اللقاءات، لا نحاسب على هذه النسخه، تعالوا نتفرج، تعالوا نجرب، تعالوا نوصل في النهايه يبقى ده مهرجان مهم ومهرجان يعبر عن الدراما المصريه كل سنه نشوفه ونحتفل بيه. مين اللي كل النجوم اللي هيتم اختيارهم هيختاروا، ولا هنشوف برضه الاعتذارات والحاجات اللي بتحصل؟ وانت ضامن تعيش بكره؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنقول احنا البيت الشرعي للممثلين، فاحنا هنجيب نجومنا وان شاء الله نقدم حاجه مهمه. شكرا. بس المنافسه مع المهرجانات الممثله هيكون شكلها اللي هي ايه؟ المهرجانات الممثله، المهرجانات عموما اللي بتتعرض على مدار السنه تكريم الدراما. احنا نحن مع المجموعه المتحده، مع نقابه المهن التمثيليه، ما اعتقدش فيها اهم من كده.